ينضم إلينا الآن القاهرة الخبير في الشؤون الأمريكية طارق البرديسي. سيد طارق، أهلا بك معنا. إلى أين تتجه الأمور والسيناريوهات المطروحة في ظل استمرار سيد ترامب عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، والرئيس المنتخب جو بايدن يقول بأنه عدم اعتراف ترامب بفوزه أي بفوز بايدن لن يغير شيئا في خطط نقل السلطة؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين في كل مكان. بطبيعة الحال يعني كما قال جو بايدن، يعني عدم الاعتراف لن يغير شيئا من هذه النتيجة السياسية، من ذلك الوضع الدستوري المستقر في الولايات المتحدة. وأتصور أن ما يقوم به دونالد ترامب لا يعدو أن يكون مجرد تنهيدة البجعة الأخيرة، أنشودة البجعة الأخيرة. يقولون إن البجعة عندما تشعر بأنها ستغادر الحياة، وهنا الحياة السياسية، فإنها تقوم بأغنية بأنشودة بتنهيدة أخيرة. وهنا التنهيدة الأخيرة والأنشودة الأخيرة لدونالد ترامب تتمثل في تلك الادعاءات والمزاعم. من حقه أن يلجأ للقضاء، ولكن القضاء معني بالأدلة الثبوتية القطعية، بأدلة قانونية وليس أمور احتمالية، ليس شك وإنما جزم ويقين وليس شكا ولا احتمالا. أما فيما يتعلق بهذه المزاعم فأتصور أن ذلك الفارق الكبير سواء في الأصوات، في التصويت الشعبي أو في المجمعات أو الكليات الانتخابية لصالح جو بايدن يحسم ذلك الأمر وهذا النزاع. أما فيما يتعلق بذلك الارتباك في حملة ترامب وذلك الارتباك في صفوف الجمهوريين، بعض الجمهوريين يؤكدون على ضرورة التمسك بالممارسة بنزاهة الممارسة الديمقراطية وبالعملية الديمقراطية، وأن هذا يشوه سمعة الحزب الجمهوري ويشوه سمعة الديمقراطية الأمريكية. والبعض الآخر كزعيم الأغلبية ماتش ماكونال زعيم الأغلبية أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقول لا داعي للانزعاج والفزع، والأمر سيكون بيد المجمع الانتخابي. جميل. وكأن هناك ثمة خيانات من مندوبين متواجدين في المجمع الانتخابي. هل القضاء هو من ستكون له في نهاية المطاف الكلمة الفصل؟ يعني وهنا دعني أشير أيضا إلى تصريحات مايك بومبيو، يعني يبدو أنه التعويل هو على عامل الوقت من جهة، يعني هو تذكر هنا ما حدث في عام 2000 وقال بأنه وقت حسم الانتخابات تطلب 37 يوما. هناك فرق كبير ما بين ما حدث في عام 2000 وهذا العام 2020. في عام 2000 كان هناك نزاع فقط في ولاية فلوريدا، وكان الفارق لا يعدو أن يكون مجرد 500 صوت. هذا الفارق الضئيل يجعل للمحكمة وللقضاء الكلمة العليا. أما هنا الفارق ليس يعني مثلا حصل دونالد ترامب على 268 صوتا ومنافسه 270 حتى يكون للقضاء كلمة، لا، الفرق كبير وضخم، سيصل إلى ما يربو على 306 صوت لجو بايدن، فهو متأخر ومتراجع بشكل كبير في التصويت الشعبي ملايين، وفي تصويت الكليات الانتخابية فارق كبير. فما يعني كيف يردم القضاء هذه الهوة وتلك الفجوة الكبيرة ما بين المتنافسين؟ فالأمر جد مختلف. أيضا تلك المزاعم تستند إلى أمور وحيثيات ليست ثابتة، وإنما هو كلام عام مرسل انتخابات، كلام سياسي وليس كلام قانوني، فيما يتعلق بتسويد البطاقات، فيما يتعلق بفكرة التصويت المبكر، فيما يتعلق بأن دونالد ترامب يدعي أنه هو الذي سبب ذلك عندما دعا الجمهوريين إلى التواجد بأنفسهم وألا يصوتوا عن طريق البريد. إذن هو يدين نفسه، يعني من فمك أدينك. ثمت تراجع، ثمت ارتباك، وتارة ثانية يقول إنه يستعد لخوض انتخابات 2024. وأيضا المستشارين جاري كوشنر ووصهره يحاول أن يقنعه بأن يقوم بتسليم سلس للسلطة. ذلك الارتباك في مشهد الجمهوريين يشي بأن شخصية وسط الفكرة. شكرا لك سيد طارق البرديسي الخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من القاهرة.